السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. برج السرطان الفتره دي هي فتره التغيرات بتاعتك وفتره التقدم اللي في حياتك. هنشوف فنجانك هيقول لك ايه. طيب التاريخ بتاعك تاريخ 18/8/2022، النهارده الخميس 18 اغسطس يا برج السرطان. انا بقول لك التاريخ بتاعك علشان المصداقية. هنشوف دلوقتي ايه الفنجان وايه التبشرات اللي عندك، لان انت الفترة دي فترة حلوة جدا لحياتك، فترة تغيير، فترة راحة من بعد تعب، فترة انطلاقات جديدة الله اعلم. فحرفيا هيكون عندك اكتر من تغيير واكتر من تبشرات هتبقى في حياتك، وهيبقى اكتر كمان من اكتر من تقدم، لان انت بقالك مدة برج السرطان عمال تعافر وتجاهد في اكتر من حاجة. فعشان كده ان شاء الله باذن الله الفنجان بتاعك مش هيكون غير التبشرات الحلوه والتقدمات اللي كلها خير وتفاؤل. ونشوف مع بعض الفنجان بتاعك. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طب انت بقى حدد وقول لي الحرف ده بيعمل ايه عندك. يعني انت شايف الحرف ده، الحرف ده ايه علاقتك بيه؟ بيعمل ايه عندك؟ اهو مرسوم رسم، انا مش محتاجه ان انا اقول لك ان الحرف ده طالع لك، الحرف اهو باين قوي عندك ايه الفتره اللي جايه. طيب بسم الله، ناخد الطاقه بتاعتك وناخد الاحداث ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه من غير اي مقدمات، طبعا انت ظاهر لك حرف الام، انتوا بقى اللي هتقولوا لي دلوقتي حرف الام ده ايه علاقاته بيكم. طيب حرف الام ده بينكم ارتباط، بينكم شغل، بينكم حاجة مستنيين، أو في حد جديد هيدخل حياتنا من مواليد برج، يعني حد كده هيدخل حياتنا الفترة اللي جاية. حرف الام ده طاقة إيجابية ليكم، في شخص جديد هيدخل حياتكم بحرف الام، أو حرف الام ممكن يكون في حياتكم عامل لكم طاقة، أذيكم، تعبكم، خزلكم، عامل لكم اي حاجه الله اعلم، بس انتوا عندكم رابط يخص حرف الام. ايه الرابط ده؟ انتوا اللي تقدروا تحددوا. كمان انتوا هنا عندكم نقطه من البدايه، النقطه من البدايه دي هتكون هدف جديد، طاقه جديده. ممكن كمان حرف الام ده ممكن يكون رمز للسلام عندكم. البعض منكم ممكن يكون عنده تحقيق امر، تحقيق طاقه جديده. ممكن كمان حرف الام ده يكون معناه سفر بعيد، او سفر الفتره دي، او انتوا اصحاب القراءه عندكم سفر بطريقه كبيره جدا، او عندكم طاقه جديده انتوا هتتعرضوا لها الفتره دي. البعض منكم عنده خروج من هم، خروج من كسره قلب، خروج من خذلان طال الانتظار فيه. انتوا حياتكم واضحه جدا، انتوا عندكم وضوح، صراحة جدا في التعامل، بتتعاملوا بصراحة قوي، بتتعاملوا بطبيعتكم، ما بتتعاملوش بنفاق، ما بتتعاملوش بكده بحاجة تكون صعبة عليكم، بساط جدا في التعامل مع الآخرين. عندكم صفقة حلوة الفترة اللي جاية دي، بس انتوا حالتكم النفسية اليومين دول متأثرة جدا بشخص كان مازال بيكذب عليكم، او مازال الشخص ده كان بيغزل فيكم، بس انتوا قررتوا ان انتوا تخرجوه من حياتكم. معروف عنكم كمان ان اللي على قلبكم على لسانكم، اي حاجه بتيجي على لسانكم بتقولوها على طول، ما بتعرفوش تخبوا وتكتموا. كمان انتوا هنا بتكرهوا جدا الاشخاص المنافقه المزيفين اللي بيظهروا لكم على اشخاص ان هم بيحبوكم. طيب اقدر اقول ان الفتره اللي جايه هتحصل لكم مفاجاه، المفاجاه اللي هتحصل لكم دي هتكون من عند ربنا، وده هيكون شخص هيظهر لكم، الشخص اللي هيظهر قدامكم ده هيفرحكم قوي. وهتلاقي كده الحياة بدأت تضحك معاكم، بدأت تضحك قدامكم، بدأ يكون في طاقة جديدة، حاجة جديدة، أمور جدية الله أعلم، بس هيكون عندكم حاجات جديدة إن شاء الله بإذن الله. كمان البعض منكم مستني مكالمة، البعض منكم مستني تجديد في حاجة، البعض منكم مستني يعني في حاجة أنتم مستنينها تخص التليفون. وفي نفس الوقت انتوا عندكم عصفورة، ورمز العصفورة ده رمز السلام، رمز الخروج من المحنة والضيق. عندكم كمان بشرة حلوة جدا، بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، في بشرة خير، وفي كمان خطوة انتوا هتاخدوها برجلكم اليمين الفترة دي، هيكون في حدث حلو جدا هيفرحكم في اكتر من حاجة. ليه؟ علشان انتم يعني ناويين على تجديد في امور عندكم. البعض منكم بقى يعني
اخد خطوه، الخطوه دي حس ان هو متسرع فيها او حس ان هو تسرع في اخدان الخطوه دي، لكن هي الخطوه دي صح جدا. ده اصلا الصح اللي انتوا تعملوه. البعض منكم طلع ناس من حياته وقال انا تسرعت في تطلع الناس دي او حكمت على الناس ولا تسرعت. لا، انت شايف ان انت اتسرعت، بس هي في صالحك، ما تقلقوش خالص. كمان في خبر حلو هيفرح قلبكم، يعني بجد هيفرح قلبكم وقلب العيلة كلها. ممكن الخبر ده يكون مولود جديد، خبر حمل، الله أعلم، انتم منتظرينه بقالكم مدة كبيرة جدا. في خير عايزين تطلعوه لله بين ايديكم، الخير ده طال انتظاره، خلال كام يوم بالظبط هتطلعوه علشان هيكون فيه فرج حلو جدا. طيب انتوا هنا مستنيين اخبار او مستنيين منتظرين مكالمة بخصوص الشغل، انتوا عندكم طاقة انتظار او طاقة بال مشغول بخصوص العمل بتاعكم. في كمان هنا صلة بمشروع عندكم هيكون حلو، هيزود في الطاقة بتاعتكم، هيزود في الدخل، بس خلي بالكم من بعض العقبات اللي موجودة قدامكم، بس هتتجاوزوها بالحماس والشجاعة بتاعتكم. وكمان انتوا يعني طاقتكم هتزيد اكتر، ويعني هيكون عندكم طاقة ايجابية بإذن الله. كمان انتوا هنا يعني حاطين الهدف ان انتوا توصلوا للنجاح، مفيش اي حاجه ممكن تتخلى عن النجاح بتاعكم غير لما انتوا خلاص انتوا بتغوضوا عندكم كده مغاوضه في الموضوع ان انتوا تنجحوا وتوصلوا لاشد الدرجه في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في امل جديد في المستقبل، بداتوا تبعدوا الطاقه السلبيه عن حياتكم خالص، بداتوا تبصوا للمستقبل بشكل ايجابي. اي نعم انتوا عشتوا في فتره من الفترات كانت مليانه تجارب، كان في تجارب كتيرة جدا حصلت ليكم، بس انصحكم دايما تبعدوا عن النميمة، اي نميمة في حياتكم ما تسمعوش ليها اصلا ولا تدوها اي حاجة. ليه؟ يعني ما تدوش الموضوع اهتمام، علشان انتوا عندكم طاقة ايجابية. دايما اقول لكم حافظوا على نفسكم وحافظوا على علاقتكم بالاشخاص المحيطين بيكم، علشان النميمة كتير جدا عليكم، بس انتوا هنا مميزين جدا بتحقيق الهدف الفترة دي. البعض منكم عنده استعداد يعمل اي حاجه بخصوص الحياه العاطفيه. كمان انتوا هنا مستنيين لقاء من الشريك او مستنيين مكالمه من الشريك، مستنيين حاجه تخص الشريك. في كمان انتوا ممكن تكونوا متجاهلين حد او حد متجاهلكم في يعني مجاهله، يعني انتوا متجاهلين الشريك في موضوع معين، او انتوا في حاجه في خيالكم راسمينها. انتوا معروف عنكم ان انتوا خيالكم واسع جدا، وعشان كده ماشيين في طريق طويل. من بعض الوقت بتجي لكم طاقه كسل، طاقه خمول بتجدد معاكم، في شويه مشاكل انتوا عايزين تحلوهم مع بعض مع الشريك، موصلين الموضوع للانفصال، وده اكبر غلط. ما تدوش الموضوع اكبر من حجمه علشان خاطر المواضيع بتزيد مشاكل، فده ما ينفعش خالص. طيب اقدر اقول لكم ان باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هيعوضكم خير، خير كبير جدا عن المعاناه وعن الظلم وعن قسره القلب اللي حصلتكم. ممكن تكون قسره القلب اللي حصلتكم اللي حصلت لكم ده من حرف الام، من الخذلان اللي انتوا شفتوه. انتوا عندكم حلم الفتره اللي جايه هيتحقق، ومن خلال الحلم ده هيكون في زواج او هيكون في استقرار او هيكون في علاقه جديه او هيكون في انفراجات بخصوص الماديات. طيب اقدر ابشركم بخروج افعى، خروج طرف ثالث، خروج حد ماسك فيكم قوي، حد يعني ماسك في رقبتكم قوي، حد بيخنق فيكم من وقت للتاني. ممكن يكون عندكم علاقه مع حرف الام ففي امه بتنق عليه، طرف ثالث بيتدخل دايما ومتعمد ان هو يسبب لكم مشاكل. بعض الامور عندكم طعمه او غدر وقع عليكم من صديق مقرب كنتوا بتقولوا عليه الصديق ده حبيب. الصديق ده مستحيل يخون، مستحيل يخدر، مستحيل يطعني في ظهري. جات لكم الخيانة منه واكتشفتوا أمره وقررتوا ان انتوا ما تتعاملوش معاه تاني خالص خالص خالص. نشوف بقى قراءتكم، بس ما تنسوش طبعا تقولولي ايه علاقتكم بحرف الام، لازم تنزلوا وتبشروني. ممكن كمان ما يكونش حرف الام، ممكن يكون حرف الايه للناس اللي ما عندهاش حرف الام. انتوا عندكم شمعة هتنور الطريق، وده ما تقلقوش منه خالص. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب اقول لك ايه بقى، هقول لك ان انت هنا
عندك نصرة على 2 من الأعداء، 2 من الأعداء طال الانتظار إن أنت تاخد حقك منهم، وشايفة لك كمان إن أنت هتتخلص منهم بشكل كبير جدا وبشكل سريع. أي نعم هم بيحاربوا فيك أو بيطعنوا فيك، بس أنت هتكون متألق وهتكون أحسن منهم، وهتدي نفسك طاقة إيجابية وهتكون مصدر لنفسك إن أنت تحقق أعلى نجاح الفترة اللي جاية. عندك مكافأة حلوة انت على وصولها. كمان انت هنا بتعاني من شوية تعب في الصحة، فلازم تتخلص من اي مشكلة تخص الصحة بتاعتك، وتحاول بقدر المستطاع ان انت ترتاح نفسيا. انت هنا كمان عاوز توصل لشخص، في شخص انت عايز توصل له، عايز تكلمه، في شخص معين انت حاطه في بالك عايز توصل له، في تواصل عندك، وهتبدأ علاقة صداقة بينك وبينك وبينك وما بين حد، بينك وما بين حد، في علاقة صداقة هتكون بداية لحب جديد، أو في عودة للمنفصلين، في يعني تجديد في علاقتكم العاطفية. كمان البعض منكم هنا مستني عودة غايب بقاله مدة، بقاله شهور طويلة، مستني قعدة عتاب، قعدة كلام بينكم وبين حد. كمان انتوا هنا هتتجاوزوا الأمور الصعبة اللي عندكم أو الأمور اللي عاملة لكم مشاكل. في واحدة ست بتتابع كل أخباركم بغرض إن هي تأذيكم وتحقد عليكم. البعض منكم كمان عنده ورقة هتغير حياته بشكل كبير، الورقة دي هتبقى ليكم انتوا حاجة جديدة. إيه، وزي ما قلت إن الرزق اللي عندكم ممكن تسدوا بيه بعض الديون اللي عليكم، ممكن يكون تسدوا حاجة متراكمة عليكم في بعض الأوقات، في بعض الأمور في تجديد عندكم في اكتر من حاجة. ممكن تستلموا ورقة بخصوص الحكومة، الورقة دي هتخلصوا شهادة، تخلصوا مهنة، تخلصوا حاجات. طيب اقدر اقول ان انتوا هنا في شخص بيستغل فيكم وعمال يستغل فيكم لخصوص مصلحته او بخصوص يعني بخصوصه هو. في كمان شخص داخل حياتكم، الشخص ده انتوا مستحيل تستغنوا عنه او مش قادرين تستغنوا عنه، انتوا بتحبوه جدا، مهووسين بحبه جدا، في حب متبادل ما بينكم الله اعلم، بس انتوا فعلا ما بتقدروش تستغنوا عنه خالص الشخص ده لان انتوا بتحبوه قوي. طيب في موضوع، والموضوع ده مسبب لكم شوية قلق، مسبب لكم شوية طاقة كده انتم مش عارفين في ايه او ايه اللي بيحصل معاكم. في تغيرات بدأت تحصل لكم في العمل او في حياتكم، حاولوا بقدر المستطاع ان انتم تتجاهلوا اي حاجة ممكن تحصل لكم تحسوها تديكم امر سلبي. الامور بتتحرك اتجاهكم انتم، ففي حاجات جديدة هتحصل هتخليكم تغيروا حتى الافكار السلبية. البعض منكم عنده زعل جوه قلبه، بيحاول ان هو دايما يظهر ويبين ان هو اقوى، مش يعني اقوى من الناس كلها، دايما بيحاول يرسم الابتسامة على وشه، بس هو مغزول من ناس كتيرة جدا. في حاجات هتعدي على خير بس ما تقلقوش. في طرف تالت بيحاول يأذي علاقتكم العاطفية بالشريك، بس بإذن الله هيفشل ومش هينجح في الحاجة دي. انتوا هتقوى علاقتكم بالشريك الفترة اللي جاية بطاقة جديدة على حياتكم، حستكم القوية وقلبكم الدليل ده بيخليكم تكتشفوا كل الناس اللي في حياتكم، وبيخليكم تعرفوا مين المنافق ومين الكذاب، وعشان كده هيكون عندكم طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون وشكم وش سعد على ناس حواليكم، وكمان هيقولوا لكم في وشكم كده بسبب دخلتكم علينا حصل رزق، حصل حاجة ما كناش متوقعينها، هتحصل تجديد عندكم في اكتر من حاجة. كمان انتوا محسودين حسد شديد في العمل، في حياتكم في حسد شديد عندكم، وعشان كده بتعانوا من بعض الامور في التقلب المزاج، بتعانوا من توتر، من حيرة، من ضغوط نفسية. ان شاء الله انتوا الفترة دي هتقربوا من ربنا بقدر المستطاع، لان انتوا في مرحلة صعبة بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها باي شكل، وعشان كده هيكون عندكم تغيرات حلوة. كمان في يعني المرحلة الصعبة دي ممكن تكون مرحلة حزن،
مرحلة بتخليكم كده مش حاسين بالراحة ولا الأمان، رغم إن انتوا يعني بعد أيام معدودة هيبقى عندكم شعور بالراحة، وإن انتوا هتحسوا إن انتوا مطمنين جدا من بعد المكالمة اللي في طريقكم، أو من بعد الحاجة اللي هتجددوها في حياتكم. وأقدر أقول إن انتوا الخاتم اللي عندكم بيبشركم بالخير أو بالطاقة الإيجابية من ناحية العاطفة. في سر جواكم انتوا مش راضيين تحكوا لحد، والسر ده كاتمينه، ومن خلال السر ده انتوا هتكتشفوا حاجات جديدة، وفي تحسين ايجابي عندكم، في حل للمشكلة اللي حاصلة معاكم بشكل كبير جدا، والاضواء هتلعب دور ايجابي في حياتكم. بس حاولوا قدر المستطاع تهتموا بصحتكم شوية، يعني ان انتوا ايه تدوا صحتكم شوية اهتمام، شوية راحة، اطمنوا شوية علشان احلامكم مزعجة اليومين دول. في واحدة فاتحة بقها عليكم عايزة تطعنكم او عايزة تأذيكم بقدر المستطاع، بس انتوا مش هتسكتوا لها. طيب مين الشخص اللي من اهلكم محتاج اهتمام الفترة دي؟ محتاج حد يقف جنبه، محتاج ان هو حد يطبطب عليه. وانتوا كأشخاص محتاجين تعدوا الفترة دي بقدر المستطاع، علشان الفترة دي انتوا متضايقين قوي، حاسين بالاكتئاب السلبي اللي مؤثر عليكم. في فتح باب جديد ليكم، الباب ده انتوا هتستفادوا منه علشان هيكتمل القمر عندكم، وده بيدل ان انتوا هتحققوا حلم، وهيكون عندكم توقيع ورقة بالخير بإذن الله. ليه دايما الخوف والتردد مسيطر عليكم في كل أفكاركم؟ في كل حاجة الخوف والتردد مسيطر عليكم، يعني انتوا كل ما بتقولوا خلاص احنا قربنا نوصل للهدف بترجعوا شوية، وبتكونوا يعني ممكن يكون انتوا ما عندكمش بعض الجراءة، او في حاجة خايفين منها مأثرة على علاقتكم بنفسكم، الله اعلم. بس في انتصار قريب منكم، وزي ما قلت لكم حل مشكلة، بس في حد واقف معاكم هينسحب فجأة، بس بإذن الله الأمر هيتحل من عند ربنا. في حد انتوا بترتاحوا له جدا وبتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان هو بيديكم طاقة ايجابية، بيديكم دفعة للقدام. اقدر اقول كمان انتوا هنا بتستعيدوا، او حان الوقت ان انتوا تستعيدوا، ان انتوا تقدروا تبتعدوا او تبعدوا عن اي حزن او ذكريات او مشاكل في الماضي، وبتحاولوا ان انتوا تركزوا في المستقبل بقدر المستطاع. ليه؟ علشان التركيز في المستقبل باين قوي على وشكم، باين جدا على عليكم، علشان انتوا عايزين تطلعوا من اي حاجة تأثر على حياتكم، وانتوا مريتوا بأزمة وعايزين ترتاحوا، مريتوا بخذلان من ناس كتيرة جدا، عايزين بقدر المستطاع ان انتوا تشوفوا الحياة ايه، يعني تشوفوا الحياة بشكل مختلف، تشوفوا ايه انتوا عايزين تعملوا، ايه عايزين تجددوا، ايه اللي عايزين تحلوه، تشوفوا كده يعني تغيروا من نفسكم، تغيروا من افكاركم، من حاجات كتيرة جدا عندكم. البعض منكم عنده صفقة، والصفقة دي حلوة قوي، هتدخله في طاقة ايجابية، هتخليه يدخل في طاقة معينة وهيفرح قوي، او بمعنى اصح هتفرحوا قوي، علشان انتوا مستعدين هنا لتطوير ايجابي، اعلنتوا حربكم على نفسكم. فكمان الفترة دي هيكون في فرصة حد هيقدمها لكم، والفرصة دي هتزود الدخل بتاعكم، وهيبقى فيه امور. بس دايما اقول لكم خليكم كاتمين، وما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم، حتى لو كان اي حاجة. ليه؟ علشان خاطر انتوا لما بتتكلموا حاجة ما بتكملش، فحاولوا ان انتوا تداروا، اول ما هتداروا بإذن الله كل حاجة هتكمل على خير. في شخص، الشخص ده مناسب جدا في الطريق اليكم، هيقف معاكم برضو في حاجات كتيرة جدا، وهيستحمل برضو منكم ردة فعل غريبة. انتوا في اختبار، والاختبار ده هيخليكم تمروا بسلامة، بس حاولوا تطفوا الزعل اللي جواكم اللي عامل لكم خنقة وضيقة من غير اي سبب. مين الست القصيرة اللي كلها سم، اللي بتحاول دايما تطعن فيكم من ورا ظهركم، ودايما مدياكم يعني ايه، انتم مدينها الايمان، وهي مبينة ان هي بتحبكم. البعض منكم تعبان شوية، البعض منكم حاسس ان الطاقة بتاعته خلصت، وما عندوش اي تجديد في اي طاقة، عايزين اي مخرج يطلعكم من اللي انتوا فيه.
اقدر اقول ان ربنا حاسس بيك ومعلم قد ايه انتوا عمالين تعفروا وتيجوا على نفسكم وتعملوا حاجات مختلفة عشان توصلوا للهدف، بس انتوا عندكم حسن ظن بالله، وده بيديكم اصلا تفاؤل في حد ذاته. فزي ما قلت، في حاجة حلوة قوي انتوا كنتوا مستنيينها بفارغ الصبر هتحصل لكم قريب، والحاجة الحلوة دي هتخرجكم من الزعل اللي جواكم وهتخليكم تنسوا الألم اللي انتوا عايشين فيه. فعشان كده اقول لكم سيبوها على الله زي ما انتوا سايبينها، علشان بإذن الله في تقدم حلو. واقدر اقول كمان ان البعض منكم عنده هياخد اولاد لحضنه، انتوا عندكم هنا اولاد هتاخدوهم في حضنكم، وان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه لم شمل حلو. طيب قولولي ان انتوا اليومين دول حاسين بصداع، حاسين ان في طاقة مأثرة عليكم رغم ان عندكم انفراجات. كمان انتوا هنا في نجاح في مشروع هيغير مجرى حياتكم بشكل كبير جدا. في سر سعادة ليكم، سر السعادة ده ان انتوا لازم تقربوا من ربنا، علشان ممكن باب السما في يوم يكون مفتوح. باب السما لما هيكون مفتوح هيقبل ربنا منك دعائك، هيخلي حياتك تتقلب 180 درجة. انت متخيل يعني ايه حياتك تتقلب 180 درجة؟ يعني هيكون عندك فخر بنفسك. في حد عايز يسألكم سؤال، او عايز يعني يفتح معاكم موضوع، عايز يعمل اكتر من حاجة، عايز يتكلم معاكم بس خايف من ردة فعلكم، عايز ان هو يواجهكم بحاجة بس مش متأكد منها. الله اعلم. العصبية بتاعتكم واضحة جدا عليكم الفترة دي، انتوا عندكم عصبية بشكل كبير جدا، او بالكم مشغول دايما تفكير، محتاجين وقت كافي للنوم، محتاجين وقت كافي ان انتوا تدوا صحتكم الوقت ده. التعب بيظهر تحت عيونكم، التعب بيطلع على عصبيتكم، وده واضح جدا في قلة النوم وقلة الراحة والتفكير ال 24 ساعة. كمان انتوا هنا في عين كبيرة، والعين دي مأثرة على الأولاد بتاعتكم، عشان كده من وقت للتاني بتحسوا انه في مشاكل مع الأولاد على طول، رغم ان قلبك وإحساس قلبكم وإحساسكم دايما بيكتشف لكم اللي قدامكم بشكل كبير، بيكتشف لكم الناس اللي عاملة بريئة والناس اللي عاملة بتحبكم وعاملة ان هي عايزة لكم الخير. انتوا بتكتشفوا، مميزين جدا في كشف الناس، انتوا جدا بتفهموهم بس من نظرة، او بتعرفوهم من قعدة، من بصة كده، عارفين ايه يعني ايه اللي دمر حياتكم واذاكم نفسيا. ان انتوا فضلتوا ناس على نفسكم وقربتوهم منكم بشكل كبير جدا، ده كانت غلطة منكم، بس هي مش غلطة، يعني انتوا بتقولوا عليها غلطة بس هي مش غلطة، ده نصيب، او بمعنى اصح ده القدر، ده اللي خلاكم تتعلموا ان انتوا ما ينفعش تقدروا ناس على حياتكم، ما ينفعش ان انتوا تحبوا حد زيادة عن اللزوم، لازم كل حاجة توازنوها. وعشان كده الفترة دي انتوا طول الوقت بتفكروا ان انتوا تبعدوا عن ناس كتيرة جدا، يعني انتوا ممكن تبعدوا حتى من غير ما تقولوا، اغلبكم تليفونه صامت، اغلبكم مش عايز يتكلم، اغلبكم ساكت وما عندوش اي دفعه لقدام، رغم ان ده اكبر غلط انتوا بتعملوه حتى في حق نفسكم. انتوا لازم في قدر المستطاع تطلعوا من اي طاقه سلبيه، ولازم ترجعوا نفسكم زي ما كنتوا. ليه؟ علشان انتوا فعلا ما تستاهلوش الطاقه دي. البعض منكم مستني مال بقدر المستطاع، وعلشان كده هيكون في مال مفتوح الفترة اللي جاية، وهيحول هيزود الدخل بتاعكم بشكل كبير. انتوا هتمروا الفترة دي بسلامة جدا، هتمروا بفرح، في حد هيرفع عليكم سماعة التليفون وهيتصل بيكم وهيعزمكم على عزومة، هيعزمكم على فرح، بس هو هيكون فرح، والفرح ده هيكون خير ليكم. في حد، او يعني في حد عندكم الحد ده عقبة قدامكم ماسك فيكم مخليكم مش عارفين تتعاملوا ازاي، في خلال يومين او اسبوعين ان شاء الله هيتفتح قدامكم باب، الباب ده هيحمل ليكم، هيكون يعني من ورا الباب ده اخبار سارة ونجاح حلو، الباب ده هيكون طاقة جديدة ليكم، شايل لكم خبر مفرح.
في تغيير إيجابي هيحصل لشخصيتكم انتوا المهنية. الحظ هيلعب دور كبير في حياتكم، اوعوا تضيعوا الفرصة دي ولا تضيعوه من قدامكم. استغلوا قدراتكم بقدر المستطاع لتحقيق الحلم اللي طال انتظاره، او لتحقيق الهدف اللي انتوا حاطينه في بالكم اللي انتوا مستنيينه. انتوا ناويين تغيروا حاجات في شخصيتكم، ناويين تغيروا حاجات ليكم انتوا، ثقتكم بنفسكم بتزيد، هتعملوا حاجات مستجدة ليكم. البعض منكم عنده طاقة معينة، البعض منكم مستني حاجات معينة، في انتم ممكن تكونوا مستنيين رسالة، ممكن تكونوا مستنيين مكالمة، في طاقة جديدة انتوا هتدخلوا فيها الفترة دي، وهيكون في امور. ليه الدموع دايما في عيونكم؟ زعلانين على ايه؟ ما ممكن اللي جاي يكون احسن ويعوضكم عن اللي فات. هتفضلوا لحد امتى زعلانين على اللي انتوا فيه؟ كمان انتوا هنا يعني ممكن تكونوا ماسكين مبلغ من المال، او مستنيين المبلغ اللي عايزين تشتروا بيه الحاجة اللي ممكن تدخل لكم السعادة. في حاجة انتوا عايزين تعملوها الفترة دي، الحاجة دي لو عملتوها فعلا هيكون في سعادة على قلبكم، او في امور مستجدة ليكم. طيب قراراتكم فيها سرعة في الانفصال، في عودة بشكل كبير جدا، لان انتوا في فتح اسمه عندكم مع الشريك او مع الشخص المناسب ليكم، في لقاء حلو عاطفي او قعدة حلوة عاطفية، هتبقى قعدة جميلة بإذن الله، والمشكلة اللي عندكم هتتحل بأكبر من الشكل. يعني انتوا ممكن يكون عندكم اكتر من حاجة هتحسنوها بإذن الله بفضل ربنا، بس خليكم دايما متألقين، خليكم دايما واثقين من خطواتكم، لان انتوا النجاح مفتوح قدامكم والطاقة الايجابية مفتوحة قدامكم، وهيكون عندكم خير طال انتظاره. بس لازم تاخدوا خطوة لقدام، لازم تاخدوا دفعة لقدام، ما تخلوش اي حد يتحكم فيكم اذيكم. ليه؟ علشان العراقيل، وعلشان خاطر الطاقات اللي ضغطاكم نفسيا وجسديا مع الناس اللي في حياتكم، او مع الناس اللي دايما بتديكم طاقة سلبية على جميع الاسرط بتاعتكم. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. انزلوا على طول اكتبوا تعليق بين القراءة بتاعتنا النهاردة، واضغطوا لايك للفيديو، وصلوا الفيديو لأكبر عدد من المشاهدة، وإن شاء الله بإذن الله يوصل لكم كل ما هو جميل أو كل ما هو جديد لقراءتكم.